انا هديكم الحريه تختاروا الدوري اللي تحبوا ان احنا نبتدي بيه، يعني كل الدوريات ابتدت والدنيا ابتدت تسخن. خليني اشوف كده من وجهه نظر دكتور وليد مثلا. لا طبعا، ايه الدوري؟ خلينا في الترتيب المنطقي الانجليزي. نبدا بالبريمير ليج على طول. هو طبعا اهم حاجه في البريمير ليج في الاسبوع اللي فات كانت المباراه اللي جمعت بين ليفربول وكريستال بالاس، بما انه طبعا هو النادي اللي عينينا كلنا بنروح عليه باعتبار محمد صلاح متواجد فيه. والحقيقه ليفربول يعني عمل حاجه كالعاده يورجن كلوب بيبهرك بالتفاصيل، يعني اللي يتابع المدرب ده هو مدرب التفاصيل الصغيره يورجن كلوب. فلما كانت المواسم اللي فاتت مواسم استغلال الاوت ورميه التماس، بقى الموسم ده واضح من اوله انه بقى استغلال الركلات الركنيه. احنا بنشوف اهو بعض الصور للاهداف. ده هدف صلاح طبعا الثاني. اهداف اولا، الثلاث اهداف من ركلات ركنيه، جايه من ركلات ركنيه، وطبعا هم الثلاث اهداف للعيبه افارقا صلاح وماني و ونبي كيتا. والتحرك استاذ احمد، يعني فكره اولا اللي بيلعب الكوره اقصر اثنين او اللي بيحرزوا اهداف اقصر اثنين في الملعب، فدي تكسر فكره ان لازم لاعب طويل هو اللي ياخد الكوره في الكورنر. لا، انت لو عامل تكتيك وراسم الموضوع صح ومحفظ لعيبتك صح، اي حد ممكن يجيب اجوان، لان الكوره اتلعبت من سيمي كاس الاول الركله الركنيه من ناحيه الشمال، دخل فيها محمد صلاح اللي كان واقف في حته فضى نفسه فيها او زمايله فضوا له المكان، لعبها كان ممكن تدخل هدف، كان واقف ساديو ماني في الحته اللي مرسومه له، اللي يورجن كلوب قال له توقف في المكان ده. تمام. في الشوط الثاني بنفس الطريقه بس تبدلت الادوار، كان ساديو ماني هو اللي كان واخد دور محمد صلاح وكان جنبيه فان دايك، فتهيئت الكره لمحمد صلاح اللي كان واخد نفس مكان ساديو ماني بتاع الجون. ده من الصدفه دكتور وليد، يعني ده شغل مستحيل. مدرب طب خلينا نعرض، احنا مجهزين كده احصائيه خاصه باستغلال الركلات الركنيه، او يعني ليفربول بيعمل ايه بالضربات الركنيه الاحصائيه دي على مستوى الدوري الانجليزي، دي من بدايه الموسم اللي فات علشان تعرف ان الموضوع مش هباء. ليفربول من بدايه الموسم اللي فات هو اكتر فريق في الدوري الانجليزي احرز اهداف من ركلات ركنيه، جاب كام بقى؟ 16 هدف من ركلات ركنيه. اقرب فريق ليه هو تشيلسي ب 13 هدف، والفريق اللي بعدهم ايفرتون 12 هدف، ثم ويست هام 10 اهداف، ومان سيتي 10 اهداف، ثم ياتي البقيه. فكره ان انت تجيب 16 هدف منهم مؤكد اهداف جابت لك ثلاث نقاط واهداف رجعتك لمباريات واهداف غيرت شكل او ترتيب مركزك، 16 هدف يعني فيه انت بتتكلم في 38 مباراه بتلعبها من الاسبوع او الموسم اللي فات، وبتتكلم في حوالي خمس مباريات الموسم ده، يعني بتتكلم في حاجه و40 جبت منهم 16، بمعنى ان انت تقريبا كل ثلاث مباريات بتجيب هدف من كورنر. وانت اساسا ليفربول مش فريق يحتوي على اصحاب، مش لوكاكو، ما عندوش لوكاكو، ما عندوش ابراهيموفيتش، ما عندوش هاري كين، ما عندوش المهاجمين الطوال اللي بيستغلوا، لكن تكتيك يورجن كلوب هو اللي بيتغلب على ده. انا بس انا ليه حبيت اتكلم في النقطه دي تحديدا؟ لان الكره المصريه تعاني من عيب خطير جدا، عدم استغلال الركلات الركنيه على الاطلاق. بالعكس، احنا لما منتخب مصر بيطلع يلعب في مباريات خارجيه والانديه المصريه تلعب في مباريات خارجيه، بتكون احدى نقاط ضعفنا التعامل السيء الدفاعي مع الركلات الركنيه اللي المفترض تبقى عامل ايجابي لينا، فاصبحت لا مش عامل ايجابي بل كمان عامل سلبي. اتمنى نشتغل عليها. احنا نعاني ركنيا هجوما ودفاعا.